اليوم المحاضرة الثالثة بشابتر 4. بالبداية نستعرض بشكل سريع اللي أخذناه المحاضرة الماضية لما حكينا عن السلكشن. حكينا تقسم السلكشن إلى 3 أقسام بالإف ستيتمنت، اللي هي الوان واي سلكشن، التو واي سلكشن، المالتيبل سلكشن. على الوان واي سلكشن اللي هي مسميها سمبل إف ستيتمنت، simple if statement. إذا كان هذا الإكسبريشن true، فإذا يتم تنفيذ statements أو مجموعة من statements المعينة. إذا كان false، لن يتم تنفيذ statements تابعة لإلها. هذا عندي ال one way selection. في two way selection يا طلاب، في عندي expression بناء على هذا الإكسبريشن أو هذا الكونديشن. إذا كان true، سوف يتم تنفيذ statements أو مجموعة من statements. وإذا كان false، يتم statements أخرى، تنفيذ statements أخرى. هذا سميناه if else statements أو two-way selection. Two-way selection. حبيت أحط لكم اليوم practical برنامج ننتبه. Write a C++ program to check whether a given number is even or odd. كيف بدي أفكر في هذا البرنامج؟ بالبداية بدنا نعرف كيف نفرق ما بين الأود والإيفن، اللي هو الزوجي والفردي. خلينا نكتب بشكل براكتيكال على البرمجية. أعطوني أفكاركم. Integer number، انتبهوا. ثم cn للنمبر، اوكي. بعدين بدي اكتب انا هون if statements. اعطوني ال if statements الملائمه في هاي الحاله. كيف بدي اعرف انه هذا odd ولا even؟ ممتاز، اللي هو الموديل او الريمايندر اللي هو باقي القسم يا طلاب. number، انتبهوا، موديلا، ننتبه، باقي تقسيمها على ايش يا طلاب؟ باقي قسمة ممتاز على 2، ممتاز، equal 1. فإذا see out، جدا رائعين، see out odd. لو كان هلا عندي 9 موديلا 2، فاذا 1 هل هي equivalent ل 1؟ true، فاذا سي اوت اود. طب اوكي، بدي الايفن. هلا لو كتبت اف ثانيه للايفن شو لازم اكتب؟ يلا اعطوني. انا بدي اعملها بالبدايه بالone way selection، ثم نحولها إلى two way selection يا طلاب. if number modula 2 equal 0، فإذا see out باقي قسمة هذا الرقم على 2 يكافئ 0، فإذا هذا even. هذا even number، انتبهوا، هذا even. في بعض الطلبة حكى لي ممكن اكتب not equal، شو رأيكم؟ مكان ال equal not equal 1 في إمكانية ولا لا؟ number modulo 2 not equal 1، ما بدي اكتب equal 0، في إمكانية أم لا يا طلاب؟ شو رأيكم؟ في إمكانية، لأنه إذا ما أصلا هو باقي القسمة على 2، كم خيار ممكن يطلع عندي؟ اللي هم 2، يا إما 0 يا إما 1. انتبهوا، يا إما 0 يا إما 1. فإذا ما كان 0 أكيد حيكون 1، إذا ما كان 1 أكيد حيكون 0. فلما أحكي not equal 1 هي equivalent تماما في هاي الحالة اللي أمامنا، اللي هي equal 0، بس in general لا. انتبهوا. طيب
هلأ لما يكون عندي بهذا الشكل، طبعا نحن هون جملتين اللي هي one way selection، عكس ال equal one هي not equal one أو equal equal zero لأنه هي باقي تقسيم على اثنين. بدل ما أكتب تنتين F، انتبهوا أحد زملائكم جاوبني إنه بإمكاني أنا أستخدم، سامي كتب بإمكاني أنا أستخدم ال else، لأنه هنا في عندي الشرط والنقيض لإله تماما أستخدم else. مين أفضل يا طلاب، تنتين F ولا F else؟ if else. والسبب شو حكينا المحاضرة الماضية؟ ممتاز. اولا اختصار في الكتابة، ثانيا execution time حيكون عندي اقل من اللي هو ال one way selection. ممتاز. طب نعمل رن لبرنامجنا ونعدل عليه ونشوف الاخطاء اللي كانوا يوقعوا فيها زملائكم بالمختبر. انا عم بحكي أولاً نعمل run enter number، لنفرض إنه 9 enter عم بعطيني odd، انتبهوا فإذا هايو عدد فردي. نعمل run مرة أخرى enter number for example 12، هاي enter عم بعطيني even. هلأ في بعض الأحيان كنت أشوف الطلبة يكتب لي بهذا الشكل number modulo 2 equal 1، شو رأيكم يا طلاب بإجابة هذا الطالب number modulo 2 equal 1؟ يعني لو أنا أعمل run شو بيعطينا؟ ممتاز، بيعطيني error. ليه بيعطينا error؟ وهي الملاحظة أنا أعطيتكم إياها سابقا. ليه بيعطينا error؟ لأنه هاي عندي simple assignment statements يا طلاب، simple assignment statements، واللي أنا كاتبته من ناحية اليسار left هذا expression. حكينا خطأ يعني عم بحكي بشكل عام var equal for example value أو expression بهذا الشكل صح. أما أكتب يعني مثلا عم بحط var equal 3 أو 3 multiplication x for example، ما في مشكلة ناخد طرف اللي باليمين نضعه في هذا المتغير اللي عندي في اليسار، ودائما وأبدا يجب أن يكون عندي الطرف اللي في اليسار variable name. بينما أكتب انتبهوا var مثلا minus 3 equal 9، هذا خطأ لأنه هذا الطرف ليس متغير، ليس variable، هذا الطرف expression، فإذا هذا error. فإنك تكتب لي number modulo 2 equal 1 هذا error، بينما لو وضعت equivalent equal equal يا طلاب بهذا الشكل ما في مشكلة فيها، إحنا عم نقارن الطرفين مع بعض، ما عم بضع expression أو value موجودة في الطرف الأيمن أضعه في الطرف الأيسر. فانتبهوا لهاي الملاحظة. فإذا هذا الخطأ كان يخطئه بعض الطلبة، إذا يجب أن تكون equal equal. طيب في بعض الأحيان أنا كنت أحكي للطلبة جربوا لي number modulo 2 بهاي الطريقة، هل هذا error أم لا؟ وإذا ما كان إيرور ما هو الأوتبوت؟ لو دخلنا مثلاً 9 لقبل شوي جربنا، شو رأيكم يا طلاب؟ نعمل ران، نعمل ران نشوف بيعطينا ايرور ولا لا. لاحظوا ما اعطاني ايرور، ما اعطانا ايرور، هيها الامور تمام. بس طيب بدنا نشيك على الاوتبوت، هل بيعطينا اوتبوت صح ام لا؟ لو وضعنا 9
ثم انتر، اعطاني اود. طيب نعمل رن مرة اخرى نشوف على الايفن. لو وضعنا 8 for example، انتر عم بعطيني ايفن في الاجابة الصحيحة. ليه يا طلاب الإجابة صحيحة وما في عندي مشاكل في هذا الكود؟ ننتبه مع بعض. المعلومات اللي أخذناها سابقاً عم نوظفها في هذا البرنامج، المادة التراكمية. كل شيء أخذناه سابقاً إحنا ننتبهوا اللينك مع الأشياء اللي عم ناخذها فيما بعد. نمبر موديولا 2. هلأ يا طلاب الـ 9 موديولا 2 كم الإجابة؟ أعطوني إجابتكم. ممتاز، فإذا 1 هي equal 1. ما معنى 1 يا طلاب؟ ما معنى 1؟ ممتاز true. معنى 1 true، أي قيمة غير الصفر non zero. لاحظتوا المحاضرة الماضية قلت لكم expression، قلت لكم true، بعدين حكيت لكم non zero. فأي قيمة غير الصفر هي true، فإذا حيطبق عندي الـ odd يا طلاب، حيعطينا odd وهذا صح. أي odd number لو قسمته على 2 باقي قسمته حيكون عندي 1، فإذا always true، فإذا حيعطينا الإجابة اللي هو odd. هلا لما دخلنا 8 8 مودولا 2، 8 مودولا 2 يا طلاب اللي هي ايش؟ 0. ما معنى 0 يا طلاب؟ معنى 0 عندي فولس. طيب الفولس وين حنروح؟ حنروح للجمله اللي تابعه للالس. اذا هون حيعطينا ايفن. اذا هاي طريقه اخرى من غير ما نكتب ايكوال ايكوال 1، وهاي طريقه صحيحه. هاي الطريقة في هاي الحالة الأمامي صحيحة. طبعاً الطلبة اللي بيكونوا كاتبين في البداية number modulo 2 equal equal 0 equal equal 0، فبيكونوا كاتبين هون even وهون odd، ما بيصير يختصروا equal equal 0، فبيعطينا الإجابة بالعكس. يعني مثلاً بكون أنا كاتبة equal equal 0 وهون في البداية شو بنكون كاتبين؟ even، وهنا كاتبين odd. يروح يحكي للطالب انت حكيتينا نختصر. اوكي لو انت بدك تقيم هاي شو رايكم؟ لو دخلنا 8 موديولا 2 هي 0 بيعطينا الاجابه odd يا طلاب، وهي عكس الواقع. ولما يكون عندي 9 الاجابه هون 1 بيعطينا even. لاحظوا، فننتبه وضع الجمل وترتيبها وشو المقصود من هذا البرنامج اللي أمامي. فإذا بهاي الطريقة خطأ. بما أنه تطرقنا انتبهوا odd و even، وتطرقنا أنه أي قيمة غير الصفر موجود عندكم في assignments، حاولوا تحلوا معكم لأسبوع. مثلا ممكن أحكي لكم if not، انتبهوا النمبر، if not النمبر، اوكي؟ واكتب انا هون نمبر بلس ايكوال 2 فور اكزامبل، وهون سي اوت للنمبر، ولنفرض ان النمبر دخلنا عن طريق الكيبورد مثلا 3. لنفرض ان النمبر دخلناه عن طريق الكيبورد 3، ما هو الاوتبوت النهائي لهذا الكود اللي امامكم؟ ما هو الاوتبوت النهائي لهذا الكود اللي امامكم؟ لغاية الان ولا حدا صح؟ انتبهوا معي. المعلومة اللي أخذناها هلأ، طبعاً هذا ليس إيرور، هذا ليس إيرور. Not the number أعطتكم إياها في البريورتي،
3 ما معناتها يا طلاب؟ Not 3 معناتها false اللي هي zero false، لأنه not true فإذا false. طب الفولس وين حنروح؟ ما حيطبق الجملة اللي تابعة للإف، حيروح على سي أوت دايركت. إذا هل يتم التعديل على قيمة النمبر؟ لن يتم التعديل على قيمة النمبر. إذا ما هو الأوتبوت؟ الأوتبوت هو 3. تقول الأوتبوت هو 3. من الخطأ إنك تقول لي إن الأوتبوت هو 0. ليه؟ لما أنا عملت نط النمبر أنا وظفت قيمة النمبر، ولكن لن يتم التعديل على النمبر، إن النمبر بقيت في الذاكرة كما هي، هي 3. لما حكيت نط النمبر أنا ما حكيت والله نمبر تساوي نط النمبر، ما عدلت ولا رحت على الميموري نهائيا، أنا أخذت القيمة من الذاكرة وظفتها في برنامجي. فلما عملت سي أوت للنمبر فبيعطينا الإجابة، انتبهوا يا طلاب اللي هي 3. هاي نعمل رن لبرنامجنا ونطبق هلأ الثلاثة اللي احنا انتبهوا عملنا لها تريسينج هون. هاي 3 شوفوا الاوتبوت اعطاني 3، هاي الاوتبوت اعطانا 3 يا طلاب. ولو دخلت اي رقم غير الصفر 4 5 بدكم اياه حيعطيني نفس الرقم، لأنه ما حيدخل نهائياً على الكود اللي هو number plus equal to. بينما لو هلأ دخل اليوزر النمبر 0 ما هو الأوتبوت يا طلاب؟ دخل النمبر equal 0 not 0 not 0 اللي هي true. طب ما معنى true؟ إذن بنفذ الجملة اللي تابعة لإلها. ممتاز. الجملة اللي تابعة لإلها يا طلاب اللي هي zero، إذن حينفذ هاي، هتكون عندي النمبر تساوي zero plus اللي هي القيمة الأساسية الموجودة في الذاكرة plus two، فإذا تصبح قيمة النمبر في الذاكرة two. فلما يعمل see out للنمبر يا طلاب هتكون عندنا اللي هي two، هتكون عندنا 2. لغاية الآن في أي استفسار يا طلاب؟ أموركم تمام؟ إذا هذا فقط مراجعة كبراكتيكال كمان لا المحاضرة الماضية. طيب ننتقل للنوع الثالث اللي هو multiple selection يا طلاب. multiple selection اللي هي نسميها nested if else statements. في عندي شكلين من المالتيبل سيليكشن. الشكل الأول يا طلاب حيكون عندي F، انتبهوا هنكتب لكم اياها هون. الشكل الأول اللي هي F ثم else F ثم else F وهكذا لغاية ممكن يكون عندي بالنهاية else. هذا الشكل الأول. الشكل الثاني من المالتيبل سيليكشن اللي هي حتكون عندي F بداخلها F، ممكن بداخلها F أخرى ثم else else else. هذا شكل آخر. حنتعرف على كل واحدة هلأ على حدة، ولكن في البداية حنشوف ليه بدنا نستخدم المالتيبل سيليكشن اللي هي nested F. فأنا وضعت برنامج write a program to check whether an integer is positive, negative or zero. بدي برنامج يشيك على انتبهوا رقم من نوع integer هل هو positive, negative or zero. كيف بدي أعرف إنه هو positive؟ إنه هذا الرقم هذا number greater than zero نشيك فإذا هو positive. less than zero فإذا هو negative. equivalent لزيرو فإذا هيو عندي هيكون zero. كم عدد الإكسبريشن أو الكونديشن الموجود عندي في هاي الحالة؟ هل هم عندي two expression two condition فقط؟ لا عندي three.
هاي ننتبه. إذا عندي three condition. كمان هل عندي لو كان عندي two condition، هلا two way selection ركزت عليها، حكيت لكم ما ممكن أستخدمها إلا لما يكون عندي الشرط والنقيض لإله تماما. النقيض لإله تماما يعني ممكن يكون عندي two condition بس، لكن ممكن واحد مش عكس الثاني، فما بقدر أستخدم two way selection اللي هي if else لوحدها. انتبهوا. فإذا هاي الحالات بتخليني يعني أستخدم المالتيبل سيليكشن أو الوان واي سيليكشن، ولكن نفرق بيناتهم ومين أفضل زي ما عملنا المحاضرة الماضية. بالبداية بس خلينا نستعرض الفلو شارت. انتبهوا، read number، read طبعا from keyboard عن طريق CN. إذا كان number greater than zero فإذا positive، less than zero فإذا negative. انتبهوا، equal equal zero فإذا هو zero. طبعا بما إنه أكبر من zero وأقل من zero ما نفعت معي هاي no no، فإذا بضطر هلأ وين يروح يا طلاب للزيرو. هل في داعي أشيك على condition ثالث؟ هل في داعي أشيك على الكونديشن الثالث؟ لا، لأنه طالما ما هو أكبر ولا هو أقل يا طلاب فإذا أكيد هو equivalent لزيرو. خلينا نعملها بشكل عملي هلا. انتبهوا معي. integer number وهي سي ان للنمبر. if number greater than zero فإذا سي out positive. بدي أعملها بالبداية انتبهوا ب ال one way selection اللي هي أول واحدة أخذناها أمس، ثم بدي أعمل if تانية. كم if هلأ بدي أكتب يا طلاب؟ كم if يا طلاب؟ شو رأيكم؟ ثلاثة، ممتاز. if number less than zero فإذا see out هاي نيجاتيف. انتبهوا، فإذا سي اوت هاي نيجاتيف. then هكتب اف ثالثة، اف نمبر لكل كونديشن عندي هاي اف خاصة فيها، اف نمبر ايكوال ايكوال ممتازين زيرو فإذا سي اوت هاي زيرو. فإذا اضطريت كتابة three condition. نعمل رن برنامجنا ونعلق عليه هلا. انتبهوا يا طلاب، لو دخلنا هلا minus nine for example، enter أعطاني negative. نعمل رن مرة أخرى. دخلنا مثلا 13 انتر اعطاني بوزيتيف، وهي رن كمان 0 انتر فاعطاني 0. اذا هي ثلاث حالات. هلا نشوف بعض الامور على هذا الموضوع. اذا كان عندي مثلا 9 greater than 0 هو true فإذا positive. هل هذا يمنع إنه يشيك على الكونديشن الثاني والثالث، يعني على الإف الثاني والثالثة يا طلاب؟ لا، فإذا هم ممتاز، مضطرين نشيك عليهم كلهم يا طلاب حتى لو كان الأول true. فإذا بياخذ وقت أكثر، بياخذ وقت أكثر. النوت الثاني، في بعض الطلبة أنا لاحظتهم قلت لهم كم عدد الاف اللي لازم نكتبها؟ حكوا لي اثنين، باعتبار انهم بدهم يحطوا هاي ايلز، واللي اذا ما اكبر من زيرو ولا اقل من زيرو فاذا هاي ايلز. شو رايكم يا طلاب؟ لو وضعتها بهذا الشكل، انتبهوا معي، وهي بدي اعمل بيلد اندرن، ودخلنا مثلا رقم 10 عن طريق الكيبورد 10، ما هو الاوتبوت؟ شو تتوقعوا الاوتبوت؟
ممتاز. شوفوا لو دخلت هلا 10 بيعطيني بوزيتيف وزيرو بنفس الوقت. ليه؟ لأنه بيجي على الأولى. انتبهوا 10 greater than 0 true فإذا positive. بيجي على الثانية 10 less than 0 false، ولكن هدول التنتين تبعين لبعض. إذا كانت هاي false وين بيروح؟ بيروح على الإلس اللي تابعة لإلها، فبيعطيني positive وبيعطينا 0 بنفس الوقت. فإذا التفكير بهذا الشكل خاطئ. انتبهوا. طيب إذا هلأ مررنا ملاحظاتنا على simple if statement، واستخدمنا كمان two way selection اللي هي if else statement. نشوف هلأ الطريقة اللي هي multiple selection. if طلاب لو حكيت لكم هون كتبت أنا else، شو معناتها else؟ هاي ما معنى else؟ if number greater than zero فإذا see out positive. else شو معناتها هون؟ لا مو معناتها less than zero. ممتاز. less than or equal zero. less than انتبهوا or equal zero، لأن الإكوفلنت حكينا لما نكتب else هي نقيض الشرط السابق. ما هو عكس الشرط السابق يا طلاب؟ عكس هاي اللي هي أقل أو تساوي صفر. انتبهوا أقل أو تساوي صفر. فإذا أنا ما بقدر أحكي else see out negative مباشرة، والسبب لأنه الـ equal من ضمن انتبهوا الـ else. يعني لو وضعنا zero فممكن يحكي لي negative وهذا حكي خطأ، فبالتالي أنا بضطر كتابة الكونديشن الثاني else if number less than zero فإذا see out negative. انتبهوا هاي هيك معناتها. طيب إذا مرقنا على الأولى لا هي أكبر من زيرو ولا هي أقل من زيرو. انتبهوا ما معنى else هون؟ else الآخر واحدة شو معناتها؟ equal zero. ممتاز. هل في داعي يا طلاب أكتب if انتبهوا number equal zero، هل في داعي أكتبها؟ شو رأيكم؟ في إمكانية بس ما في لها داعي لأنه هي already محتواها بال else. ما في عندي احتمالية ثالثة ورابعة وخامسة وهكذا. هاي هي الاحتمالية الأخيرة، لا إذا هو مو أكبر من زيرو ولا هو أقل من زيرو فإذا أكيد بال else إنه هو equivalent لزيرو يا طلاب. فإذا ما في داعي إني أكتبه، ولو كتبتها هذا ليس error، هذا مو خطأ. انتبهوا. فإذا هاي أنا بلغيها. نعمل build and run لبرنامجنا. لو عملنا build and run ودخلنا مثلا هلأ 12 نشوف ما هو الاوتبوت. هاي انتبهوا هاي 12 هاي انتر بعطينا بوزيتيف. نعمل run مرة أخرى. دخلنا مثلا 9 او ماينس 9 بيعطينا نيجاتيف، وهكذا لو دخلنا 0 حيعطينا 0. مين افضل هلا عندي؟ المالتيبل سيلكشن انتبهوا ولا الوان واي سيلكشن اللي قبل شوي عملناها؟ مين افضل؟ والسبب؟ ممتاز المالتيبل سيلكشن، والسبب؟ ممتاز الاكسكيوشن تايم. حيكون عندي وقت التنفيذ هون اقل. ليه؟ اذا كان مثلا زي هلا قبل شوي مثلا دخلنا 9 greater than 0 انتبهوا ترو فاذا بوزيتيف، هذا كلياته ما بيطلع عليه ولا بينفذه. مجرد انه كان عندي انطبق على احد الاكسبريشن أو الكونديشن الموجود عندي في الـ if else statement، نسيت if else statement، فإذا
اللي بعدها مباشرة نهائيا ما بيطلع عليه. وين بيروح يا طلاب؟ عن next sequential statements إن وجدت. يعني هون إذا كان في عندي next sequential بنفذها. انتبهوا. إذا execution time لإلها أفضل. حتى لو كان الكونديشن هذا عندي true ما حيطلع عليه. طب لو كان negative أوكي بيروح على الأولى هي false. وين بيروح؟ بضطر يروح على else. بيجي هون أوكي هي true إذا بيطبق النيجاتيف وبيطلع. فإذا الإكسكيوشن تايم في هاي الحالة أفضل. خلينا نشوف مثال آخر. هذا المثال الأول على المالتيبل سيليكشن. نشوف المثال الآخر يا طلاب. انتبهوا. هذا برنامج prompt لليوزر to enter mark. هذا المارك بدنا نشيك عليه إذا كان greater than or equal 90. فإذا بدي أعطيه ترميز إنه هو A. وإن شاء الله كلياتكم من أصحاب الإيز. وإذا كان هلا ما بين ننتبه 90 و 80 فإذا B. وما بين 80 و 70 فإذا C. وهكذا لاحظوا. إذا هذا الكودز بدنا نترجمه هلا بشكل عملي. بالبداية نحن هاي المحاضرة الماضية عرفنا كيف نعبر عنها. ذكروني يا طلاب كيف ممكن التعبير عن interval من إلى؟ كيف عملنا المحاضرة الماضية؟ عن طريق هل نكتبها بهاي الطريقة المكتوبة أمامنا؟ reflex لا expression بالرياضيات. ممتاز. باستخدام الاند نكتب two expression نفصلهم عن بعض ونستخدم بيناتهم اند. ممتاز. خلينا نشوف هلا مع بعض بشكل برمجي نحل هذا السؤال. بالبدايه نفس المبدا بدي عن طريق ال one way selection ثم ال two way selection يا طلاب او المالتيبل عفوا المالتيبل selection. Enter number. خلينا نعدل على هاي. Enter mark. Integer mark. انتبهوا. هاي integer mark. عرفنا متغير من نوع integer. و enter mark. CN للمارك. ندخلها عن طريق الكيبورد. If mark greater than or equal 90 فإذا C out A. طبعا الـ A هاي بإمكانها بما أنها single character أحطها بين single quotes. مش double quotation يعني مش شرط. If mark انتبهوا الثانية اللي هي الانترفل if mark less than 90 and بنفس الوقت المارك يا طلاب greater than or equal 80 فإذا C out انتبهوا B. هاي B. ونفس المبدأ للباقي عشان ما نطول بالكتاب حعمل كوبي بس ونعدل على الأرقام فقط. كم إف عندي؟ مفروض 5 لأنه في عندي 5 cases كانت. هاي A ما بين 90 و 80 إذا B ما بين 80 انتبهوا 70 هايها هيكون عندي C عدل هاي C ما بين 70 ما شاء الله عليك يا ابني 70 و 60 حتكون عندي دي وما بين 60 هل في عندي لل 60 كمان ما من الى لل 60 يا طلاب هل في عندي من الى لل 60 لا فبالتالي هذا الاكسبريشن الثاني مع الان يتم الغاءه في اخر حال. هون عندي اف هاي الطريقه الاولى اللي استخدمناها ولاحظوا اف مارك اقل من 90 ان مارك اكبر او يساوي 80 وهكذا. لو عملت رن للبرنامج انتبهوا معي عملنا رن للبرنامج
دخلنا هلأ علامة مثلا 95، شو بيعطينا؟ بيعطينا A. طيب نعمل رن مرة أخرى، 73 بيعطينا C. طيب هلا لما دخلنا 95 يا طلاب نعمل تريسينج هون بشكل سريع. 95 اكبر او تساوي 90، 95 اكبر او تساوي 90 ترو، فاذا A. بس لازم يشيك على كل F عندي، يعني على الخمسه F لازم نمرق عليهم. 95 اقل من 90 فولس، طب 95 اقل من 80 فولس، 95 اقل من 70 كمان فولس، 95 اقل من 60 فولس، ولكن مرق عليهم كلهم. فهذا بياخذ وقت، انتبهوا هذا بياخذ وقت في الاكسكيوشن تايم اللي عندي في هذا البرنامج. فبالتالي يفضل استخدام المالتيبل سيلكشن يا طلاب، يفضل استخدام المالتيبل سيلكشن. ولكن قبل هيك نفس النوت اللي هلا مررتها لكم في المثال السابق، لو وضعت هاي ايلس، لو وضعنا هاي ايلس، ما هو الاوتبوت المتوقع لو نحن دخلنا 95؟ اخر وحده وضعتها ايلس، ما هو الاوتبوت المتوقع يا طلاب لو وضعنا 95؟ شو رايكم؟ ممتاز يزن، اي واف بنفس الوقت، ممتازين. انتبهوا، هاي اعمل بيلد اند ران، الطالب اللي 95 حيكون على الاعراف اللي هو A بنفس الوقت هو F. ننتبه فالالس هون ما بتفيدني في اخر واحدة، هاي الاجابة. انتبهوا A و F بنفس الوقت. طيب خلينا نحول هذا البرنامج، انتبهوا، الى multiple selection. خلينا ندرج فيها. بالبداية انا بدي اكتب كلمة else، ما معنى else هون؟ طبعا الاف الاولى ما بنقدر نعمل لها اشي، ضلها زي ما هي. ثم انا كتبت else، ما معنى else يا طلاب؟ ما معنى else عندنا هون؟ ممتاز، عكس الشرط السابق. ما هو عكس الشرط السابق؟ اقل من 90، اقل من 90. فإذا هذا الشرط اللي كان مكتوب عندي هلأ هون في الـ One Way Selection هذا بستغني عنه، لأنه صرت كاتبة أنا كلمة else، ما في داعي لإله، انتبهوا، فأنا ملغي. طالما لغيته إذا كمان ما في داعي لمين؟ للـ And. انتبهوا، الـ And والشرط السابق اللي هو مارك أقل من 90 لغيناهم، ولكن انا مضطر اني اكتب المارك اكبر او يساوي 80، فبحطها جنب الالس. هيها الالس اف مارك greater than or equal 80. طيب اللي بعده هكتب انا كلمه الالس هون. هاي الالس شو معناتها يا طلاب؟ شو معنى الالس هون؟ ممتاز، عكس الشرط السابق لها، عكس الشرط السابق اللي هي أقل من 80. ممتاز، أقل من 80 إذن أنا احتويتها هلأ، هاي مع الآند يتم إلغائها، ما تبقى اللي هو مارك أكبر أو يساوي 70. ممتاز، نفس المبدأ للي بعده هكتب أنا هون. انتبهوا else، معنى else هون أقل من 70، فإذا هاي كلياتها يتم إلغائها، هايها، ونضيف هاي else one space if mark greater than or equal 60. Then see out D. آخر else عندنا يا طلاب شو معناتها؟ آخر else ممتاز، اسم أقل من 60. بما أنها أقل من 60 موجودة عندي في الإلس هون، هل في داعي لها يا طلاب؟ هل في داعي لأكتب if mark أقل من 60؟ نهائياً ما في داعي. طب بعض الطلبة حكى لي في إمكان يكتبها، طيب هيك في إمكان يا طلاب، ما في مشكلة، ولكن ما في داعي لإلها لأنه هي محتواها أصلاً ضمنياً في الإلس، ما في داعي لكتابتها.
هيها بهذا الشكل. نعمل build and run لبرنامجي ونشوف مين أفضل يا طلاب بالطريقة اللي أخذناها هلأ في المثال السابق. انتبهوا معي، لو وضعنا 89 هاي انتر، شو أعطاني الإجابة؟ هي B. طيب كيف بيمشي على هذا البرنامج؟ 89 greater than or equal 90؟ لا، إذا فولز وين بيروح؟ بيضطر يروح على الإلس، راح على الإلس. 89 ننتبه greater than or equal 80، ننتبه true، طالما true فإذن حينفذ B. see out B، حينفذ الجملة اللي تابعة لإلها. طيب هذا كلياته بيعمل سكيب عنه، أول ما ينفذ عندي أول F ننتبه وتكون عندي true expression لإلها، بيعمل skip ونيجلكت عن الباقي الذي تبقى من هاي nested if else statement. فإذا شو بيعمل هلا يا طلاب؟ هذا كلياته كأنه مو موجود، بيعمل skip عنه. وين بينتقل؟ بينتقل للنكست سيكوينشال ان وجدت، بينتقل للنكست سيكوينشال ان وجدت. طيب هلا اسالوا يا طلاب، حتى لو كان الكونديشن ترو، حتى لو كان ترو، يعني هلا لو تلاحظوا 89 اكبر او 79؟ 89 اكبر من ننتبه 60، ولكن طالما انه في عندي else وهون انطبق الشرط ما بيطلع عليه بعده نهائيا. فاذا كان في عندي هون next sequential statements يتم تنفيذها فيما بعد. انتبهوا، هاي نوتس ركزوا عليها. هلا كاختصار يا طلاب، هاي مختصرة أكثر بالكتابة حتى لاحظتوا، لأنه هذاك كان عندي expression كتير كبير لكل F وبيناتهم AND، بيناتهم AND، بينما هون اختصرنا ال condition أو ال expression الأول ب else والثاني اضطريت أكتب F. ثانيا execution time هون عندي أسرع، مجرد إنه انطبق عندي أحد الشروط ما بيطلع على اللي بعده، بينما هناك اضطرينا أن نروح على كل كونديشن ونشيك عليه. فإذا هذا هو الفرق لازم ننتبه له في هاي الحالة. لغاية الآن في أي سؤال بعيد؟ في عنا practical يا طلاب نشوفه مع بعض. انتبهوا لهذا الاكسرسايز. integer x equal 3، قيمة X عندنا 3 بالذاكرة. عملوا لي تريسينج لهذا الكود وأعطوني الأوتبوت. طبعا هو سهل وسريع. عملوا لي تريسينج لهذا الكود وأعطوني الأوتبوت. ممتاز، روبا ويزن تسنيم ممتازين. انتبهوا يا طلاب، بالبداية قيمة X حكينا في الذاكرة 3. هلا 3 greater than or equal 0 true، and بنفس الوقت 3 less than 5 كمان true، كلا الطرفين true، فإذا حينفذ عندي هاي الجملة اللي هي x plus equal to، بروح على الذاكرة، يتم التعديل على قيمة x في الذاكرة يا طلاب، تصبح قيمتها هلأ اللي هي 5. انتبهوا، هاي أصبحت عندي قيمة x في الذاكرة. هل بروح على الإلس يا طلاب؟ بروح على الإلس، شو رأيكم؟ الـ else نهائياً ما حيروح عليها طالما انطبق عندي هون وأعطاني true، فإذا هاي نهائياً لن يتم تطبيقها. وين حنروح في هاي الحالة؟
على سي اوت. طيب السي اوت شو بيعطينا الاوتبوت يا طلاب؟ حيعطينا الاوتبوت هو 5. انتبهوا، في حال، انتبهوا يا طلاب، في حال تم الغاء الالس، انا الغيت الالس، هاي الغيتها مش موجوده عندنا، ها لغيناها، ما هو الاوتبوت؟ هل حيعطيني ذا سيم ريزلت؟ ننتبه، الغينا ممتاز ايناس، ننتبه ربا، حيعطينا الاجابه 7. ليه؟ لانه هلا 5 equivalent ل 5 true، فاذا عدل على قيمه اكس في الذاكره، اجعل قيمه اكس في الذاكره، انتبهوا اللي هي 7 في هاي الحاله، فبيعطينا different result. فالاجابه في هاي الحاله يا طلاب بالغاء، انتبهوا بالغاء الالز، حيعطينا الاجابه هي 7. فالاجابه مختلفه، فنفرق ما بين التنتين، لما نلغي الالز ومع الالز. طيب هذا الشكل الاول من المالتيبل سيلكشن. الشكل الثاني لم يتم تغطيته بالكتاب، ولكن انا وضعته في المختبر، في مختبر رقم 3. حبيت انه نوصل للطلاب هاي المعلومه بغض النظر مين بيعطيهم المختبر. انتبهوا معي هلا الشكل الثاني من النستد اف الس ستيتمنت. في بعض الاحيان عم نلاحظ، انتبهوا، بيكون عندي اف، مو حيكون عندي الس اف، جواها اف كمان، وممكن يكون جواها اف وهاي الس، هاي الس، طبعا عدد غير محدد، يعني مش مقيدين بثلاثه، ممكن يكون 2 3 4 5 جوا بعض عادي. هلا ما بيصير يكون عندي اوفرلاب ما بين الالس والاف، شو معناته؟ انتبهوا يا طلاب معي، هاي الالس بتكون تابعه، انتبهوا، لهاي الاف، وهاي الالس اللي بعدها لهاي الاف، وهاي الالس للاف الاولى، يعني اول الالس لاخر اف، اول الالس لاخر اف. شو يعني اوفرلاب؟ كان بعض الطلبه سابقا يقول لي هاي الالس اول الالس لاول اف، شوفوا، ثم الالس اللي بعدها للاف اللي بعدها، وهكذا. هذا التقاطع شايفينه ما بيصير يكون ما بين الالس والاف. فإذا نعرف القاعدة، أول إلس بتواجهني للإف الأخيرة، والإلس اللي بعدها للإف اللي قبلها، وهكذا. النوت الثانية، عدد الإلس يجب أن يكون مساوي أو أقل من عدد الإف. عدد الإلس، لاحظوا هون عدد الإلس كام؟ 3، وعدد الإف عندي هون كمان 3، أوكي؟ وممكن يكون عندي هون هاي ألغيها عادي، يكون عندي هاي الإلس لهاي الإف وهاي الإلس لهاي الإف، عدد الإلس 2 وعدد الإف 3، ما في مشكلة يا طلاب فيها. يعني ممكن يكون أحد الإف ما في إلها إلس، وهذا وضع طبيعي. بينما الخطأ إنه ممكن أحكي لكم عندي 2 إف، انتبهوا، مثلا 2 اف وعندي 3 الس، اصلا لا وجود للالس دون وجود الاف. طب هاي الالس اعطيتها لهاي الاف، وهاي الالس لهاي الاف، طب هاي الالس تبع لمين؟ ما بيصير تكون عندي الس من غير تكون موجوده عندي الاف، فاذا هذا ايرور، هذا ايرور. فبالتالي القاعده اللي احنا بنحكيها، عدد الالس يجب ان يكون مساوي أو أقل من عدد الإف. طب خلينا نشوف هلا السيناريو الموجود أمامنا. عندي 2 إف جوا بعض. الإف الداخلية اللي هي باللون الأحمر هاي، وهي في عندي الإف الخارجية. بالبداية بدنا نعرف إنه هاي الإف، ننتبه، وهي الإلس التابعة لإلها. هاي الإف وهي الإلس التابعة لإلها. فبالتالي أنا بحط هلأ هاي كلياتها ببلوك متكامل، هنحطها ببلوك مع بعض، هيها بهذا الشكل. انتبهوا معي هلأ، إذا كان عندي
expression 1 يعني اللي هو الكونديشنال اللي خاص فيه الاف الخارجيه. اذا كان هذا هو ترو، انتبهوا، هذا يا طلاب عندي ترو، هي ترو. اذا كان عندي expression 1 ترو بيعطيني صلاحيه للدخول لهذا البوكس يعني للاف الثاني. اذا كان expression 1 ترو كانه هو عباره عن بوابه لحتى يسمح لي للدخول للاف الثاني. هلا في الاف الثانيه انتبهوا معي، اذا كان expression 2 اللي هو خاص بالاف الثاني هو ترو، هذا الاكسبريشن هو ترو، فبالتالي بيعطيني صلاحية لتنفيذ الستيتمنت اللي تبع لها اللي هي ستيتمنت ايش يا طلاب؟ ستيتمنت اي. اذا متى يتم تنفيذ ستيتمنت اي؟ اذا كان عندي اكسبريشن 1 هو ترو واكسبريشن 2 هو ترو، كلاهما ترو. اذا كانت تنتين ترو يا طلاب فبيعطيني صلاحية، انتبهوا، لتنفيذ statements A. وما ننسى دائما وأبدا في عندي ممكن يكون next sequential statement يتم تنفيذها. هاي هي الحالة نحكي الأولى، الأول true والثاني true، فإذا ينفذ statements A بالإضافة ل next sequential statement. طيب إذا كان expression 1 true، نشوف الحالة الثانية، و expression 2 false، هذا false، الأول true أعطاني صلاحية للدخول لمين؟ لا expression 2، والثاني عندي يا طلاب هو false. لما يكون عندي هذا false بيروح على else اللي تابع لها، فبالتالي بنفذ statements B، بنفذ statements B بالإضافة كمان next sequential statement. إذا كان إذن الأول true والثاني false يا طلاب يتم تنفيذ statements B بالإضافة للnext sequential statements. طيب نشوف هلأ الحالة الأخيرة الثالثة، إذا الأول انتبهوا من البداية هو false، هذا expression 1. إذا كان عندي expression 1 من البداية هو false، نهائيا ما حيطلع عندي على هذا البلوك ولا حيشوفه أصلا ولا حينفذه. انتبهوا كلمة تنفيذ كمان مهم، وين حيروح؟ direct على else اللي خاصة في مين؟ بهاي الاف، على else اللي خاصة بهاي الاف. فإذا حينفذ statement C بالإضافة للnext sequential statement. هلأ بقول للطلاب لنفرض expression 2 هي true، حتى لو كانت true هو أصلا ما حيطلع عليها لأنه ما في عندي صلاحيات للدخول للإف الثانية، فأنا ليش أشيك عليها أنها هي true ولا false؟ انتبهوا مباشرة بيروح على الإلس الخارجية اللي هي خاصة في الإف الأولى، فبنفذ statement C والnext sequential statement. فإذن ثلاث حالات عندي. لحتى نوثق معلوماتنا في هذا الموضوع بهذا النوع من nested if else statements في عنا عدة exercise هلأ حنحلهم مع بعض. أول واحد، integer x equal 5 and y equal 7. If x modulo 7 equal 5، على فكرة موجود مشابه له بالمختبر، انتبهوا 5 modulo 7، 5 modulo 7 هاي الاف الخارجية وفي عندي اف داخلية وهي الس. هلأ هاي الالس لمين تابعة يا طلاب؟ هاي الالس الأولى تابعة لهاي. طب في عندي الس تابعة للاف الخارجية؟ لا، وما في مشكلة. طيب ما هي ال y plus plus؟ ال y plus plus هي next sequential statement، ما لها دخل لا بالاف الاولى ولا بالثانية. ممتاز. طيب خلينا نعمل tracing لهذا البرنامج. بالبداية يا طلاب
اف اكس موديولا 7، 5 موديولا 7 اللي هي 5، هل هو ايكوفلنت لخمسه؟ ترو. انتبهوا، هذا ترو. طالما هذا ترو يعطيني صلاحيه لمين؟ للدخول لهذا البوكس. لما ندخل لهذا البوكس يا طلاب، اول شيء بواجهه هون اف واي موديولا 7. 7 موديولا 7 كم يا طلاب؟ 7 موديولا 7 0. 0 ايكوفلنت ل 0. 0 ايكوفلنت ل 0 يا طلاب. 0 ايكوفلنت ل 0. 0 تكافئ 0. نعم ترو. فاذا هاي كمان ترو، كليهما ترو. بما انه التنتين ترو يا طلاب، حيروح لهاي الستيتمنت وينفذها. في هاي الستيتمنت بيعدل قيمة X الموجودة عندي في الذاكرة، انتبهوا، تصبح قيمة X انتبهوا 7، اللي هي لأنه بزيدها بمقدار 2، فإذا أصبحت قيمة عندي X هي 7. خلصنا من هذا الكود. بيجي هون Next Sequential Statement، قيمة Y الحالية اللي هي 7، ولكن أنا ما في عندي لا سي أوت ولا أي شيء هون. ولكن فيما بعد ما ننسى أنه حيروح للذاكرة ويعدل قيمة X في الذاكرة، تصبح Y، وتصبح قيمة Y في الذاكرة كم؟ ننتبه، ممتاز، اللي هي 8. فإذا ما هو الأوتبوت النهائي؟ الأوتبوت النهائي يا طلاب X قيمتها 7، ننتبه، وتاب سبيس اللي هي هاي محاضرة رقم 6 اللي نزلت لكم إياها، تاب سبيس ثم 8. فإذا هذا هو عنا الأوتبوت، هذا عنا الأوتبوت. هلأ نفس المثال بدي أعدل عليه، ولكن قبل التعديل عليه يا طلاب بدي أسألكم، هلأ هاي الإلس تبع لمين؟ للإف. هاي كيف ممكن أجعل هاي الإلس تابعة للإف الخارجية؟ كيف ممكن أجعل هاي الإلس تابعة للإف الخارجية؟ ممتاز، عن طريق الكيرلي براكتس. ممتاز، وين أحط الكيرلي براكتس هاي أو البريسز؟ وين أحطها يا طلاب؟ شو رأيكم؟ بدي أخلي هاي الإلس حكينا تابعة للإف الخارجية، يعني تابعة تكون لهاي، بوضع كيرلي براكتس. ممتاز، انتبهوا وين حطها، حتكون عندي بالإف الداخلية، هي هون I begin and end curly brackets يا طلاب. بوضع ال begin and end curly brackets للإف الداخلية كأني فصلتها عن الإلس، فالإلس هلأ إجبارية صارت عندي لمين؟ للإف الخارجية في هذا الشكل. فلو كان عندي هذا فولز، انتبهوا، لو كان عندي هذا فولس من البداية، وين حنروح؟ وين حنروح يا طلاب؟ للإلس اللي تابعة لإلها. طيب نعطي مثال كيف ممكن تكون فولس. انتبهوا يا طلاب، لنفرض إنه مثلا مكان الإكس هاي إيكوال 5، خليها 3 مثلا، هاي أبسط مثال، هاي 3 أنا لغيتها integer x من البداية، أعطيتكم integer x equal 3، فإذا قيمتها في الذاكرة هي 3. اعملوا لي tracing هلأ، هاي 3 modulo 7 هي 3، هل هي equivalent ل 5؟ no. فإذا وين حيروح؟ حيروح على الإلس اللي تابعة لإلها، طالما أنا حطيت curly brackets. شو بصير عندنا قيمة الx؟ x minus equal 2، ممتاز، فبصير عندي 1، تلتغي القيمة السابقة تصبح عندنا قيمتها 1. ثم قيمة الواي بصير عندنا 8، فالإجابة يا طلاب في هاي الحالة، الإجابة في هاي الحالة حتكون عندنا 1، انتبهوا،
و8. تعديل بسيط شوفوا على الكود يعطينا different result. نكمل نفس المثال، شوفوا نفس المثال تعديل كمان. هون مش حاطة curly brackets. If x modulo 7 equal 4 هاي 4، هذا كليات يا طلاب شو حيكون؟ false. ليه false؟ لأنه هو هنا 5، هل هي equal 4؟ لا false. هون حنروح على next sequential statement، ما في إلها else، ما في إلها else. مباشرة بيطبق قيمة الواي بيعدلها تصبح عنا قيمة الواي اللي هي 8. فإذا ما هو الأوتبوت يا طلاب؟ انتبهوا، ممتاز. إذا 5 by 8. شوف الفرق بين الإجابة السابقة، يعني لو هلأ هون كنت حاطة curly brackets شو حيكون عندنا الإجابة؟ كنا حاطين curly brackets يا طلاب، شو حتكون عندنا الإجابة؟ ممتاز 3 و 8 3 و 8، ممتاز، لأنه هي بلشنا ب 5 مو زي قبل شوي. 5 minus 2، فإذا 3. انتبهوا حيروح للإلس التابعة لإلها إذا حطيت براكتس هون للإف. أوكي طيب نشوف هلأ exercise رقم 4 على نفس المثال. شو عدلت هون يا طلاب؟ شو عدلت في هذا المثال اللي أمامكم؟ بالإف الثانية لاحظوا الإيكوال إيكوال زيرو، أنا لغيتها نهائي. نعمل تريسينج لهذا الكود. إف إكس موديولا 7، هاي ننتبه 5 موديولا 7 5 إيكوفلنت ل 5، فإذا ترو، إذا هذا ترو. أول إف هي ترو بيعطيني صلاحية الدخول لهذا البلوك. أوكي بعدين الواي اللي هي 7 موديول 7 يا طلاب، 7 موديول 7 0. ما معنى 0؟ معنى 0 يا طلاب مو 7 تقسيم 7، احنا عم نحكي 7 موديول 7. خلينا نكتبها 7 equal 0 يا طلاب، equal 0. بما انها equal 0 وين حنروح يا طلاب؟ معناتها هذا false، معنى هذا الحكي انه هذا false. بما انه false وين حنروح؟ حنروح على الالس اللي تابعة لها، حنروح على الالس اللي تابعة لها، مش next sequential، الالس اللي تابعة للاف الداخلية، لانه انا ما حاطة curly brackets بنتي. طيب بعدين حيطبق عنا x minus equal 2، فإذا تصبح عنا قيمة x يا طلاب ننتبه اللي هي 3، وقيمة y ممتاز قيمة y تصبح عنا اللي هي 8. then ما هو الاوتبوت يا طلاب؟ إذا الأوتبوت ننتبه اللي هو 3 و 8، هذا عندي الأوتبوت. أخذنا كل الحالات، فانتبهوا يا طلاب ركزوا في المالتيبل سيلكشن بأنواعها. هيك ننهي محاضرتنا. Good luck للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.